بقي من أسئلة الأخت فاطمة، تقول هل يجوز أن أجزء التراويح، هي مرأة وتصلي في بيتها، جزء التراويح أول الليل وآخر الليل؟ نعم، لا بأس بهذا، الأمر في هذا واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. بل ورد عنه عليه الصلاة والسلام في بعض أحسنت. الأحيان أنه كان يصلي من أول الليل ويصلي من آخره، فالأمر في هذا واسع. يمكن للأخت الكريمة أن تصلي من أول الليل ما كتب الله لها أن تصلي، ثم تصلي من آخر الليل أيضا، ثم توتر بواحدة، فلا وتران في ليلة، إنما يكون الوتر مرة واحدة. والأفضل أن تجعل الوتر آخر صلاتها بالليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء.